المراقد ومختلف المؤسسات إلى مراكز حجر صحي أمر جيد من الجانب التضامني وتسخير الإمكانيات العمومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لكن الأمر أثار جدلا كبيرا خاصة من طرف سكان الأحياء المجاورة لهذه الفنادق. يضاف إليها كم هائل من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فوضى في بعض الفنادق التي خصصت لهذا الغرض. هنا هذا الأمر يطرح بعض التساؤلات نحاول أن نجيب عنها مع ضيوفها الكرام في الاستوديو، حيث يشاركنا في نقاش اليوم الأستاذ سليم عياش رئيس الفيدرالية الوطنية للفنادق. أهلا بك أستاذ سليم. أهلا بك، شكرا على تلبيتك الدعوة. كما يشاركنا أيضا الأستاذ سفيان لواسة المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية لحماية المستهلك. أهلا بك سفيان، ونشكرك جزيل الشكر أيضا على تلبيتك الدعوة. بداية أستاذ سليم، هي خصصت بعض الفنادق العمومية وحولت إلى مراكز للحجر خاصة للرعايا الجزائريين الذين قدموا من بعض الدول الأوروبية وأغلبها من فرنسا. هو أمر جيد، لكن البعض ذهب إلى تساؤل آخر، هل يمكن لهذه الفنادق أصلا أن تقوم بهذه العملية، عملية الحجر؟ هل العاملين والمسؤولين على مثل هذه المؤسسات ممكن أن يجابهوا مثل هذه العمليات؟ والتخوف كان على خلفية بعض الفيديوهات التي شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا ببادي بس نشكركم على هذه الاستضافة، وأكيد أنه في يعني وقت استثنائي لكل الجزائريين المشحونين فيه، احنا نقدم باسم الفيدرالي الوطني للفنادق للخواص اللي تقريبا متواجدين على 48 ولاية ولا يقل على 2000 فندق. يعني تلبينا النداء للسيد عبد المجيد تبون السيد رئيس الجمهورية، وحطينا تحت تصرف يعني بالتنسيق مع وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي كل الفنادق. يعني بداية كانت يعني نوعا ما رد فعل عادي في كل يعني كجزائري قبل ما يكون مستثمر او يعني مستغل الفنادق، كانت فيه بعض التخوفات. فبالتالي ومن بعدها لما ان شاء الله احنا على مستوى الفيدرالية بعثنا يعني رسالة ونداء لكل الفنادق اللي باش يدخلوا ويمدونا بيد المساعدة في التضامن، اكيد ووقوف وقفة رجل واحد في اكيد استقبال وايواء كل الجزائريين اللي نضمن لهم هذه الكرامة والنخوة اللي موجودة في الوهبة الموجودة في كل الجزائريين. والحمد لله تقريبا حنا رانا 41 فندق اللي راهم حطيناهم تحت تصرف وزير السياحة وتحت ولات هذه المناطق اللي كانت يعني استقبلت من كل الجهات، من تونس، من مارسيليا، من باريس. أكيد أنه كان فيه بعض التخوف، باش نجاوبك على السؤال اللي طرحته لي. تخوف عادي ورد فعل عادي في كل الجزائريين. فبالتالي انا نطمن اخواني الجزائريين، نقول لهم باللي هذه الفنادق يعني استقبلتها يعني وزاره الصحه، فبالتالي حطت فيها الطاقم الصحي اللي هو مشرف على كل يعني هذا الجزائريين، وهذو جزائريين كما احنا، فبالتالي من حقنا ان نضيفوهم، من حقنا ان نكرموهم عادي كما واحد يستقبل واحد في داره. نفس الشيء احنا في الفنادق اعطيناهم الفنادق تاعنا. طيب، كان فيه يعني رعايه صحيه وكل واحد يعني حاطينه في غرفه تاعو، بينسوا نضمن له القهوه والحليب تاعو، نضمن له العشاء والغداء، وزايد على هذا كان يعني بسيكولوج في الحاله الصحيه او النفسيه تاع الانسان. طبيعي انه يكون لانه عندما تضع انسان في الحجر بارك الله فيك لفتره 14 وزيد هذه فتره زمنيه تاع 14 يوم، بعد 14 يوم يعني كل واحد راه ان شاء الله يعاود ان شاء الله بسلام وامان، يعاود يرجع لداره، وان شاء الله يعني تقريبا الاحصائيات اللي عندنا دوكا الحمد لله انه ماهوش يعني حاجه الناس كبار ولا حاجه كبيره اللي كان الناس اللي راهم يعني عندهم هذا الكورونا ولا كوفيد 19. الحمد لله يعني نقدر نقولوا 90% تاع الجزائريين بعد ايام ان شاء الله قليله راح يدخلوا لبيوتهم سالمين غانمين، خرجوا من الحجر. استاذ سفيان الواسع، العمليه هذه عمليه تضامنيه ومنتظره من الجزائريين، خاصه طبع الجزائريين وتقاليدنا وعرفنا ايضا فيما يعرف باستقبال الضيف، لكن
العملية تأتي في ظرف استثنائي أولا. اثنين، تخوف من خاصة الأحياء المجاورة لمثل هذه الفنادق، يقول أنه مثلا ممكن أن الفيروس ينتقل يخرج من هذا الفندق، رغم أنه فيه طوق صحي وطوق أمني أيضا موضوع في هذه الفنادق. لكن هل نلوم اليوم على جانب مثلا العمل التحسيسي التوعوي وأيضا العملية الاتصالية، لأن هذا المواطنين اللي ذهبوا إلى مثل هذه الفنادق التي تأوي حالات ممكن مشتبه فيها، ليست بالحالات المؤكدة أنها تحمل هذا الفيروس، كان راجع لأنه ما كانش فيه عملية اتصالية، وهذا دائما المشكل اللي خلقنا نوعا ما الفوضى. شوف، هي صراحة هو قرار احترازي. أنا لما نتكلم على باخرة فيها بتقريب 600 مسافر، تخيل من كل ربوع الوطن، حتى ولو لم تكن أي حالة مصابة ربما تكون حالات حاملة لفيروس كورونا، ولا يظهر عليها الأعراض. تخيل أنت رأيك تتوجه لكل الولايات الوطن، وهذا الفيروس بالأخص أعيد وأكرر شديد الانتشار. أما فيما يخص انتشاره من الفندق، راك سبقت وتكلمت، فيه طواقم طبية، فيه أخصائيين في علم الأوبئة، يعني كل روليك محضر نفسه أنه يكون الاحتواء نتاع الفيروس هذا أيام الحجر الصحي، ولكن فقد شيء لا يعطيه. نقص المعلومة، كاين أمراض وفيروسات أخرى اللي سبقت قريب 30-40 سنة. نعطيك على سبيل المثال فيروس سيدا الاش اي في، الناس في بادئ الأمر شفتوا يعني التهويل نتاعو، قال لك أنه ينتشر حتى بمجرد اللمس أو ينتشر عبر الهواء. احنا تكلمنا هذا الفيروس الحمد لله يعني ما ينتشرش يعني عبر الهواء، مجرد أنه الإنسان يسعل أو أي شيء يسقط في الأرض. علاش نقول لهم احنا لازم يكون فيه التعقيم تاع الأرضيات، توقيع تعقيم الأسطح، يعني نقص المعلومة عند المواطنين. انت نعطيك على سبيل المثال أروليك الفندق راه مغلق، الفندق أنا الله أعلم فيه يعني إجراءات حتى تطويق أمني وتطويق من جانب نتاع الصحة. المواطن اللي ما يتوجهش للفندق، يعني هذا الفندق محتاج للتزويد بالمؤونة، المواد الغذائية، للأدوية، يعني كل إنسان روليك يدخل يخضع لعملية التعقيم، حتى المركبات تخضع لعملية التعقيم وتخرج معقمة. ما دام الإنسان ما راحش لهذا الفندق وما احتكش به مباشرة فلا لبس عليه، وما في حد شيء، يعني هذه مجرد مخاوف لأنه نوع من الهستيريا. أستاذ سفيان، نعم. فيه نقطة التي تأتي دائما في تساؤلات العديد ممن يقطنون أمام هذه الفنادق، نعم. يقول هاد الناس رفضوا الحجر، شفنا فيديوهات مثلا باخرة تصل إلى ميناء وهران، من كانوا على متن هذه الباخرة من رعايا جزائريين ومغتربين يقولوا ما نخضعوش للحجر. هذا ما جعل المواطن الذي يقطن في الأحياء اللي تكون أمام هذه الفنادق يقول أنه ممكن أنه يفر، ممكن أنه هذا الإنسان يخرج من الفندق ويقوم بنشر الفيروس في هذا الحي. هذا هو تقريبا الزاوية التي كانت تعرف أكثر عدد من التساؤلات. نعم، احنا شوف، احنا نقول الحمد لله انه الجزائر خذت على عاتقها انه استقبلنا الرعاية نتاعنا، ما نذكروش دول اخرى اللي رفضت استقبال الرعاية نتاعها، رغم أن الدول اللي رام عندها هي قالت لهم اروحوا ادوا الرعاية نتاعكم. احنا الحمد لله تم إجلاء الرعاية الجزائريين، وما زال هناك رعاية إن شاء الله ربما يجلوا هذه، خاصة في تركيا. نعم، يجلوا إن شاء الله هذه الأيام. أخذت كل التدابير. هل تعلم أنه هذا الوباء رولك تقدر تقول رو عدو يعني مباشر، وما روش ظاهر راي حالة طوارئ، مش في الجزائر، في العالم بأسره، يعني حتى الاحتواء نتاعه في الصين وضعوا لكل إنسان لائحة نتاعه، وضعوه يعني موضوع بالاسم نتاعه بالصورة نتاعه حتى الناس تتعرف. هذا الشيء يعني عندهم الحق، يعني مخاوف ربما يقول لك راح يفر. إخوانا احنا هندو تاع الجالية نقول لهم يعني رملك معززين مكرمين. أنا لما تشوف أنت الإقامة نتاع الأندلسيات كلمه يعني راه معانا لهنا الاندلسيات شحال يعني الاقامه شحال يعني تقام الاقامه شحال يعني في سعر الايام ولا كيفاش الاقامه في سعر الايام الليله الواحده الاندلسيات تقل على 8000 10000 دينار 10000 دينار الاقامه الماكل المشرب، ولكن في الصالح علما انه كان لي اتصال مع الاستاذ بهلولي لمن يشرف على هذا الاقامه، قال انه فيه 700 رعية داخل الأندلسيات، والأندلسيات ممكن أنه يستوعب أكثر من 700 إنسان، معناها تقريبا فيه إمكانية سخرت إقامات فخمة. شوف، إقامات فخمة، مأكل مشرب، وزيد راك تحت الرعاية الصحية،
هاوليك يعني الانسان يعني لازم يفهمها ويستوعب. هذو الاخوان الرعايا يعني كما نقولوا احنا اللي جاوا يعني اللي جاوا من الخارج، راك في الاقامه تحت الرعايه الصحيه والحمد لله، يعني ما كانش الى حد الساعه ما وصلناش فيديو عن سوء المعامله، ما كانش الى حد الساعه لا باش نتكلموا الامانه كانت بعض الفيديوهات من بعض الفنادق، كانت بعض احنا لحد الساعه على مستوى تبقى امور تعرف انت السلوكات على مواقع التواصل الاجتماعي. مثال مثلا في الفندق تاع وتل حسين المعروف سي بولفخات، هو مخرط في الفندق هذا ونائب رئيس الواجهة واسمه الناحية الشرقية، يعني كانت الناس يعني في أكيد جاوا واستقبلوا هذو يعني اللاجئين والرعاية الجزائريين، إبا جابوا لهم مصاحف باش وقت هذا كان قضيه في الفترة الزمنية في الفندق راح يكون يعني عنده فرصة باش يتقرب مع ربي وإن شاء الله ويدي الحسنات. وبالتالي لا كان سلوك حسن وحميد لي من طرف الكل، يعني الحي تاع ناحية قسم طينة ونحييهم بعد المناسبة من هذا المنبر. فهمني يعني يبقى التخوف، لانه كل انسان يعني احنا عارفوا جيدا ان المغتربين، يعني انا وردني منذ يومين اتصال من عند صديق، الاب نتاعو والاخ نتاعو جاوا مع باخره طارق بن زياد. الاب نتاعو خداوه الى مستشفى القطار لانهم شكوا في الحاله الصحيه نتاعو وعملوا له يعني الفحص وخرج سلبي والحمد لله. الاخ نتاعو على مستوى فندق مازافرون اتصل بيا قال لي الحمد لله كنصيحتي تهلو، قلت له معليش هي ايام قليله يعني اسبوعين فقط والانسان تمر هذه المرحله وماش تكاش، ولكن المواطنين احنا نقولهم تكافلوا، يعني ما دام انت راك تمشى برا وتروح للمحيط نتاع الفندق وتحاول حتى انك تدخل للفندق، يعني الفضوليه شوف نهضروا ياك رانا في مجتمع جزائري ونعرفوا روحتينا مليح، هذه الفضوليه يعني انت راك كمواطن وتروح وتحب تدخل للفضولية زائدة زائد الفضول، ولكن في فضول زائد يعني راك هذا هو الامر السلبي، يعني يكون في هذا الفضول زائد. راك شفت انت يعني مصاب بكورونا يحملوه في كما نقولوا في سيارة الاسعاف، وكان مواطنين عن مقربة دون كمامات ويصوروا كانه راه لك حادث، هذه الفضولية الزائدة اللي هي راك رايحة تساهم في انتشار الفيروس. ولكن احنا باش نقولوا الصفر المطلق، ربما يجي رعية ربما يحاول الفرار، عندهم الحق انهم مخاف، عوض انكم تنتقدوا كونوا مساعدين الانسان انه يساعد الفاي كما نقولوا لهذا الشيء. احنا علاش كما نقولوا احنا اي انسان يحاول الفرار كما اللي وقع في مستشفى بوفريك وفر ذاك المواطن ولقاوه في ولايه مستغانم، انت لقاوه هكاك يعني لولا اشراك الكل والمصالح الامنيه والتبليغات نتاع المواطنين، المواطن من حقه انه يخاف. ولكن في المقابل واش درت انت يا مواطن؟ انا لما نتمشى على مصلحه البريد والمواصلات والله طوابير هذا الاسبوع الماضي هذا صدقني حدث طوابير على الدقيق يا استاذ حدث ولا حرج، الخوف على البطون نعم الخوف على البطون، وما راكش خايف من فيروس اللي الخطر نتاعو راك تشوف بعينيك، تعددت الفيديوهات في الفضاء الازرق، هذا الفضاء اللي راه 20 مليون جزائري راه مربوط به، يعني باش تشوف انت اقبال المواطنين على محطات كما نقول منصات التواصل الاجتماعي كبير، وراهم يشوفوا المصائب الاقوام اللي راهم كما نقولوا احنا في الصين في ايطاليا وين عجزوا وين تفشى المرض، ولكن تلقى دول عندها امكانيات كبيره جدا وتعجز الى حد الساعه انها تجابه هذا الفيروس، وكان اعلان حتى من اكبر مسؤولين لهذه الدول انهم تقريبا الفيروس صعب جدا أننا نتحكم فيه، والبعض كان صارح حتى شعوب وأنه لا نستطيع أصلا وليست لدينا الإمكانيات الكافية لمواجهة هذا الفيروس. سيد سليم نعم. فيه نقطة تتعلق ب إيه نعم فيه مواطنين الآن جو من الدول الأوروبية موجودين في هذه الفنادق تستقبلهم هذه الفنادق، ولكن قلت أنه فيه أيضا مصالح الأمن، فيها طواقم للصحة، ولكن نتكلم على العمال أصلا في مجال الفندق الموجودين في هذه الفنادق، نعرف كلنا أنه تكوين هذا العمال مكونين على مثل هذه الحالات، وهذا أمر تقريبا يجعل نتسألوا هل فيه تخوف أيضا من هذا العمال، لأنهم هم من يتعاملوا يوميا ويقدمون مختلف الوجبات ويسهرون على راحة هذا الناس الموجودة في هذا الفندق. بارك الله فيك، شكرا أنك دخلت في نقطة حساسة اللي هي اللي كنت إن شاء الله راح نتكلم عليها في الشط الثاني تاع سياق الكلام تاعنا، وهو أنه يعني ما نشوفش بهذه الفرصة إن شاء الله نشكر كل من يعني مكث في يعني
مكان عمله في الفنادق ودعم كل مسير الفنادق ووقف معه وقفة رجال وقعدوا يعني ويستقبلوا ويضمنوا أكيد أنه إحنا نضمنوا خدمات وعندنا طاقم صحي لتاعت وزارة السياحة لوزارة الصحة اللي هي راهي يتشرف على شفاء إن شاء الله نعجل لكل أبناء الجزائريين. فبالتالي هذا الجانب ما نجاهلوش يا أخوتي الله يرضى عليكم نشكرهم وإن شاء الله المدابين لو تبعتوا لهم يعني تدعيم من جانب الناس اللي عايشين كما يعني الأخ الكريم في الحارة تاعكم وشوفوا وتفنوا في عمل خيري عمل الجمعوي ويلا تدخلوا معهم في اتصال ومعليش يعني لو كان تدخل مثلا على بعد يعني بمعنى فيسبوك ولا فايبر ولا وهكذا ترسل رسائل يعني تحفيزية وتشجيعية باش يعني هذا الطاقم يشد. فما نكذبش عليك يعني صعب صعب خلينا نقولوا احنا وراء الكاميرا واحنا رانا امام الكاميرا انه كاين ناس والله راه قاعد يخدم ويؤدي واجبه وهو رافض وبالك تحدي استاذ سليم فقط استسمحك تتحدث عن هذا الجانب التكوين أيضا للعمال المشرفين على خدمة الرعاية الموجودين في هذه الفنادق فيه تخوف أيضا لأنه لابد أن تكون فيه ذلك الجانب الصحي لكن هل في التكوين أصلا لهؤلاء متعودين على مثل هذه الحالات؟ لا شوف تجربة أنا اللي كانت أولى يعني تقريبا دوكا عندنا حوالي واحد قلت لك 40 فندق فبالتالي هنا نديروا عملية تحسيسية بمعنى أنه هي الإنسان يجوز على 4 أو 5 مراحل يعني مرحلة الأولى التخوف ثانيا أنه تكون عندك يعني توصلوا المعلومة كيفاش يتجاوب مع هذا الكورونا ثالثا يعود هو يعني يدخل في يمتريزي هذا الخوف هذا ويدخل في حيز يعني الإيواء هذا الناس هذا وما بيسر ويقدم له خدمات فبالتالي احنا المراحل هذه دخلنا عليها وين بعثنا بعض الرسائل كيفاش يعني توجيهية بمعنى أنه عندي تقريبا حوالي 1500 فندق ديتهم قاع مايلينك يعني وعطيتهم مراحل 1 2 3 4 5 6 نعطيك شويه برك من هذا التوجيهات جانب يعني صحي وجانب يعني يوائي بمعنى ان احنا قلنا في الدخله تاع الريسبسيون لازم يكون مكممات مسافه تاع متر عندك لي ديستريبيتور تاع ليجال عندك لي ديستريبيتور تاع لو بابي بيان سور هيجينيك في يسموه في الريسبسيون وحتى في لي اسانسور وين كيكون حاب يحبي باغ اكزومبل يضغط على ليطاج تاعو يديرو نحينا لي فوشه تاع باغ اكزومبل تاع حديد ولينوكس ودرناهم غوبلي وبلاستيك فبالتالي دونك وسعنا في لي زيسباس تاع الطابل وين الناس تفطر وهكذا دونك دخلنا في احنا فاني في هذا بعد ريشيرش انا الحمد لله يعني كانت عندي فرصه وبارك الله يعني الناس سلموا عليا قالوا يعطيك الصحه سليم بارك الله فيك انك وجهتنا هذا الجانب الاول الجانب الثاني اللي هو الطاقم الصحي قلنا يعني معليش يا جماعه تبداو تدخلوا في التربص كيفاش تكون يعني المساحه تاعكم مع هذا الناس اكيد انه راح يكون تنسيق بيننا وبين الطاقم الصحي خاصه العمال الموجودين داخل الفندق من يغيرون مختلف الامور متعلقه بالفراش يعني خليني نقول لك بطريقه يعني علميه ماشي باش نقول لك بطريقه اكاديميه اللي هو يعني كاين مسافات ومساحات اللي لازم تحترم بمعنى انه ما كاش يعني يكون نقولوا هنا مثلا العدوى ولا حتى تكون فيه يعني الريسك وين يكون فيه باغ اكزومبل ان بيرسونيل تاع الاوتيل يكون مثلا بواحد من الناس اللي المغتربين ولا الجزائريين لانه انا سالتك هذا السؤال استاذ سالم نعم لانه الامر المهم انه من يعمل في الفندق نعرفوا كنا انه عنده ساعات عمل ثم يتوجه الى بيته اذا كان حمل الفيروس راح يكون خطر ايضا وهنا ممكن انه ينتشر الفيروس خارج الفندق بهذا الشكل. لا شوف انا باش نفهمك يعني تقريبا الناس كلهم واعيين باللي هذا يعني اذا كان هو تحمل هذه المسؤوليه وجند روحه كجندي نفس الجندي اللي راهو في الحدود الجزائريه جبل ربي ما كاش حاجه يسموها الدار خلاص راه مجند الحجر الصحي الحجر الصحي كما هو كما الطاقم الصحي يخرج من الفندق اكيد هذا شيء ضروري ولا راح يكون فيه عمليه يعني ديزانفكتاسيون في منطقه ما من الفندق اللي غدوه اللي هو في مأمن واكيد الفندق ولا حتى العائله تاعو ولا نقولوا احنا اولاد الحومه ولا الجيران تاعو اللي يكونوا قدامه هذه عادي. استاذ سفيان الواسع فيه نقطه تثير نوعا ما جدل ايضا كان تم اجلاء الرعايه من الصين خاصة من ووهان وشفنا العملية التي أشرفت عليها أيضا وزارة الصحة والخطوط الجوية الجزائرية كانت فيه عدد كبير وصل إلى المطار كانت فيه تعقيم حجر صحي احترموه بدرجة كبيرة وخرجوا والحمد لله من هذا الحجر
لكن بعض السلوكات المغتربين أستاذ سفيان تثير نوعا ما سخط لدى المواطنين الجزائريين أصلا موجودين هنا، علما أن هذا المغتربين على العادة يأتون من دول فيها نسب عالية من الانضباط، فيها نسب عالية من التمدن أيضا، ما وجه نوعا ما بعض أصابع الاتهام لهؤلاء المغتربين على أنهم عندما وصلوا إلى الجزائر حاولوا أنهم يرفضوا الحجر الصحي، تقريبا لم يتمثلوا للأوامر والنصائح الموجهة من وزارة الصحة. هل مثل هذه السلوكات هي التي أثارت في رأيك هذا الجدل الكبير؟ لا يعني احنا كنا جزائريين ونعرفوا بعضنا مليح، يعني باش نتكلم لك هاك وسامحني يعني انها تكلم باش يفهم الكل. كنا جزائريين ونعرفوا روحتنا مليح. احنا يقول لك علاش الجزائري لما يكون في الجزائر ربما تلقاه ما يحترمش حتى إشارة قف في الطريق، ما يحترمش حتى قانون المرور رانا نشوفه، ولما يتوجه لدولة أجنبية تلقاه سبحان الله منضبط ويعني متماسك في نفسه، ولكن لازم يشوفوا أيضا الجانب النفسي يعني أيضا باش ما نظلموا حتى واحد، لأنه هذو المغتربين راهم جزائريين ربما كاين يمكث في المطار مدة 3 أيام 4 أيام، لحقت ناس وين قالوا يا أخينا ما نموتش أنا في بلاد الغربة، نموت في بلادي، لأنها الدول أصبحت كيما منطقة وباء. خلاص تجاوزت المرحلة الثالثة دخلت المرحلة الرابعة راي لك منطقة وباء. يعني صحيح مخاوف، أنا ما نذكر لكش دولة اللي طلبت من دولة مغاربية أن تجلي رعاياها، وهذه الدولة رفضت قتلها تجي تجلي الرعاية تاعك. ولكن احنا مادام رامنيك جاوب ومادام رام دخلوا للجزائر وكلمتي مش موجهة لهم، موجهة حتى للجزائريين اللي رام هنا واللي رامنيك رفضين كالي تتكلم معه تلقى ما شاء الله يعني عنده مستوى ربي بارك، ولكن لما تتكلم عليه تقول له فيروس كورونا يقول لك انا ما رانيش يعني ما نعرفوش وما كانش منها وما نقدرش. معليش ما استوعبتش انه كاين هذا الفيروس وقلت باللي ما كانش، ولكن يجب ان تحترم الدولة اللي راك عايش فيها، لانه الأمر يتعلق بالأمن القومي يا أخويا سفيان. يعني الأمر ما رامش يعني كارثة ربما مست منطقة أو أخرى، ممكن جدا رانا شفنا احنا حتى إطارات سامية في دول يعني متقدمة وأصيبوا. وزير الثقافة الفرنسي عليها رأوليك بمن يعني ما رامش بمن يعني حتى كما نقولوا احنا رانا شفنا دولة بريطانيا لما تكلمت انت بريطانيا وصل الوزير الأول وقالهم يعني ممكن أنكم تودعوا أحبائكم، لان الخطاب يعني صدم الكثير من نعم، لانه هما عندهم نسبه نتاع الشيخوخه كبيره. ثانيا هذا الوباء شديد الانتشار، نقولها لك علاش احنا في الجزائر اعيد واكرر حتى الاخوان المغتربين، احمد الله عز وجل راك في حجر صحي يعني للناس ما لقاتوش، ربما اللي راه في المنزل نتاعو ما راهوليكش تحت الرعايه الصحيه. احنا ربما رانا جينا اليوم ما نكذبش عليك جينا البلاطو معاك وكنا مخاوف، الاخ الفاضل لو كان راه في دارهم انت لو كان راك في الدار، ولكن الرساله والواجب نتاعنا هو اللي الزمنا ان نجيو، لانه في ظل فقدان المعلومه درك الناس راهي في مخاوف. الاخ الكريم لما تكلم هناك بروتوكول تاع المنظمه الدوليه للصحه فيما يخص الحجر يحترم بحذافيره. كل مؤسسة تغلبت على الفيروس إلى حد الساعة بهذا الحجر، لم تتغير تتغلب عليه بالمخابر العلمية أو حلول. الحجر هو من أخرج الصين من هذه المحنة. نعم هو محاصرة الفيروس في حد ذاته ومحاصرة عدم انتشاره، لأنه في حال ما إذا انتشر احنا في الجزائر بهذه السلوكيات السلبية نقولوا إخواننا هذو مال تاع الجالية جاو قالك نخرجوا تبعني مليحة وجاو من مناطق موبوءة، لأنه فرنسا خلاص يعني إيطاليا رأي خلاص بؤرة وباء يعني تعدوا المرحلة الرابعة. تخيل أنت يجوا يتمشوا في ربوع الوطن، تخيل الناس اللي منذ قليل يعني وريتنا الناس اللي رأيك في اكتظاظ أمام محلات يعني تأسميد ولا أنت الحليب، الناس اللي رأيك في الأسواق، الناس اللي لحد الساعة مازال قاعدين يلعبوا تلقاه يلعب بالدومين ومجمعين في 10 في 15 وواحد لاسق في واحد ومش محترمين. تصدقني لو جابوا أجهزة الدعم تاع العالم بأسره العالم بأسره يجي قدم منا مليون 4 ملايين جهاز دعم وينتشر الفيروس في الجزائر، علما رانا احنا فوق 42 مليون جزائري، تقدر تقول 5 ملايين رملك بمرض السكري، 3 ملايين بين امراض القلب والشرايين، اكثر من 8 ملايين جزائري يعاني من امراض مزمنه. هذا يعني مؤشر خطير. نعم النسبه تاع كبار السن عندنا، تخيل راني قلت لك انا لانه اجهزه الانعاش هذه حتى في دول اللي تلقاها متطوره ما عندهاش 4000 5000 جهاز انعاش، لأن هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة وين ينهار الأطباء الإخوة الأطباء رام على بالهم، ولكن انبسطوا للمواطنين وين ينهار جسم الإنسان فهو بحاجة لأجهزة الدعم. ربما تلقى عنده مرض خطير ولكن الجهاز التنفسي نتاعو يعمل بصفة طبيعية، وعليه لو كان نكملوا في هكذا سلوكيات سلبية. لو كنت راه في فندق راه فيه الأول تطويق الأمني
المصالح الامنيه ورانا شفنا يعني تطويق الامن فيه الفريق نتاع الاطباء فيه لما تكلم على العمال لانه من المستحيل انه العامل يعمل في فندق يخضع لحجر الصحي ويتعامل مباشره مع كما نقول المهاجرين تاعنا. المشكله الجاليه مش كلها مصابه، هذا قرار احترازي، الناس كاين اللي قليل ربما حاله حالتين ثلاثه اربعه يشتبه بها، ولكن يرون لي كما يقولوا في مباشر معهم يعني تعامل مباشر هو أيضا يخضع للحجر الصحي، وما هي إلا أيام معدودة. إما نبكيو على وش راح يوقع لأننا سندفع الفاتورة يعني كبيرة، احنا مش نقولوا يعني حتى ولو توفرت كل الإمكانيات احنا ما ناش إيطاليا وما راناش فرنسا تبقى ما راكش الولايات المتحدة ما راناش، ولكن معليش حتى ولو وفروا كل شيء معلي خويا سفيان أنا والله ما نحبش نهرب من الواقع ومن الحقيقة. حتى ولو توفر كل شيء انت لما تتوجه دوك تلقى الناس ما زالها تتسوق، تمشي درك تلقى الناس واقفه قدام مراكز البريد. نعلم جيدا على بالي بلي كاين الناس راني كيما نقولوا احنا وين القدره الشرائيه الامر تتكلم على مركز البريد ممكن انه الانسان يذهب لسحب مبالغ ماليه، تتكلم على التسوق لانه يحتاج الى حاجيات. الادهى والامر الناس اللي ما زالها تجتمع لتلعب لعبه هكذا على حاف الطريق في 10 اشخاص او 12 شخص، لا هي فيش عمليه هي احنا وهذا هو باش نكمل الفكره تاع اخويا العزيز انه المشكله فيها كيما درنا عمليه حسابيه لازم الجزائر يتخاطبوا بعمليه حسابية سبب واحد زائد واحد، بمعنى انه لو كان احنا باغ اكزومبل احنا كفيدراليه حطينا تحت الحجر الصحي كل هذا نقولوا احنا الجزائريين اللي راهم جاونا من الحدود من طائرات يعني طاليان ولا اسبانيا ولا مرسيدي وحتى باريس خليناهم في حجر الصحي تاع 14 يوم وخرجوا، هذا ان شاء الله راح تكون يعني حاجه زي ما تقول نار بارده على كل ما هو بريسيون. بصح احنا لو كنا حنايا يعني غدوه ما نش نلتزموا بهذا النداء تاع رئيس الجمهوريه وحتى مثلا وزير تاع الصحه وتاع السياحة اللي راهم كلهم مجندين، أظن أن غدوة لا معنى من هذا الحجر الصحي، فبالتالي أرجوكم التزموا بيوتكم دواءكم بيوتكم، فبالتالي احنا ماذا بينا كلنا يد واحدة كل واحد يدخل داره، بمعنى حتى كما قال الأخ الكريم غدوة لو مثلا احنا ما التمثناش باغ اكزومبل هذا النداء وخرجنا كلنا بنفس الأخر ما على باليش ولازم ندير، نقول لهم يا ودي رتبوا داركم عندكم مرتين في الأسبوع اخرجوا بذكراكم في الحجر الصحي اخرجوا ولا التزام انكم تلزموا بيوتكم تخرج نهار تروح سيبيرات ونهار تروح تقضي فيه الخضره تاعك وبس مرتين في الاسبوع والباقي راك في الدار تلعب مع اولادك تحكي مع اولادك هاي فرصه تحكي مع اولادك هاي فرصه تكسر معاهم رغم النداءات استاذ سليم رغم النداءات خاصه في الكثير ما نتكلموش على الازمه اللي انا مر فيها قبل كان دائما عندما يكون مشكل بسيط او حتى في الاعياد اتذكر عندما تكون فيه نذره السلع دائما كنا نمرر مثل هذه الرسائل ولكن الى حد ساعة هذا الجزائريين يبدو انه لابد اننا نمر الى مراحل اخرى وهذا الغرض هذا السؤال نعم تفضل انه راح يزيد يقول لي راح نكونوا نفس الايران لو كنا نخلي شويه انا نطلع معك كلام قاسي لو كنا الجزائري ما يلتزمش راح تولوا كما ايران بمعنى لا ماتري يكفيك ولا بيرسونال تاع السند او سموه يعني الطاقم الصحي راه يكفيك ولا حتى يعني ولد حمدك يكفيك فبالتالي ارجوك ردوا بالكم حتى لم يكفي في يعطيك الصحه لحقنا وين يقول لك زوج عباد بين لولا احترام لولا احترام جنب ربي لازم نلتزموا بهذا لولا احترام برك يعني للناس يعني اللي راهي تعاني يعني واللي راهي في حاله شديده واللي توفوا بفيروس كورونا لولا احترام برك يعني الانسان الجانب الانساني فقط والله هاد الناس اللي راهي تقول ما كانش ولا تخرج برا ارواح شوف المعاناه تاع انسان يعني راه ليك مربوط بجهاز الدعم مش قادر حتى يقوم بعمليه تنفس طبيعيه راه ليك في غيبوبه يموت موت بطيء هذا الشيء لازم كما قلت بالمدرسه الصينيه انه التزموا وكان فيه ردع وتدخل تاع هذا ما يدعو اليوم تقريبا شفنا وغلق الولايات شفنا العديد من الاصوات رفعت والمطالب ايضا من العديد من الاطارات الجزائريه الاطباء الفنانين الصحفيين الكثير من ينادون تقريبا بالتوجه الى حجر صحي شامل الى حد الساعه لم يصدر هذا الامر من السلطات العليا للبلاد يجتمع رئيس الجمهوريه في هذه الاثناء بمجلس الأمن فيه قرارات يرتقب أن تكون مساء اليوم في بيان لهذا المجلس هل تنتظر أولا أننا نمر إلى هذه المرحلة مرحلة الحجر الصحي الشامل وحتى حظر التجوال
لأنه لا مفر لنا من مثل هذه الحلول هي التي ممكن أن تجابه فيروس كورونا، وهي خط الدفاع الوحيد. لأننا لازم نقولها للجزائريين ونقولها لهم بالعامية، ما عندناش الإمكانيات. مستشفياتنا ليست تتوفر على الإمكانيات، الطواقم الصحية تعنا ما يقدروش يقابلوا عدد كبير من الإصابات في حالة انتشار واسع لهذا الوباء. أنا أظن بلي القرارات المنظمة العالمية للصحة وبناء على كل القرارات اللي بنتها يعني الصين وإيطاليا وحتى مثلا فرنسا وعندنا فرصة لأن شفنا مثل هذا التجارب اللي شفنا يعني كيفاش الكورونا يعني في فترة صغيرة بدأ يخض يعني عدد كبير من الناس، فبالتالي قلنا علاش احنا الجزائر يلا نستفادوا من هذه الخبرة ونديروا حصن صحي كما قلت يلزمنا كلنا شعب واحد بين كل الولايات، وبيسر راح يكون فيه رد فعل. هي غير 14 سلوكيات سلبية، فبالتالي هي 14 يوم. أرجوكم نداء من هذا المنبر أنه ننادي الشعب الجزائري أنه يمكث في بيوته 14 يوم، وإن شاء الله إن شاء الله بعد هذا 14 يوم راح تشوفوا باللي عاود ترجع إن شاء الله. يشار إلي أستاذ سليم أن رقم الحالات المصابة والمؤكدة بهذا الفيروس، شار الزملاء من التحرير أنه 230 حالة إلى حد الساعة، معناها 125 منها في ولاية البليدة. أشار إلي أنه أيضا كانت أمس 201 حالة، يعني تقريبا 29 حالة اليوم. الرقم بدأ يأخذ نوعا ما حجم كبير، ورحنا في مرحلة أو مستوى ثالث من انتشار الوباء ورح يزيد. شوف الانتشار الوباء، وسامحني فقط يعني أقول لك انتشار الوباء، عدم تسجيل حالة وفاة اليوم أيضا، و90% من هذه الحالات مستوردة من أوروبا. نعم، هذا قلنا الوباء شديد الانتشار، ما سارع في انتشاره هي مواصلات النقل الجوي. خلاص يعني تخيل أنت مصدر الوباء في وان تتوجه إلى أوروبا، إيطاليا لأنها دولة سياحية، احنا في الجزائر من دخلنا من الخارج عملنا للاحتواء والحجر الصحي الناس، يعني كما قولوا لي راليك أتت من الخارج، ربما انتشر في المناطق اللي هي رقم واحد اللي هي بليدة. حتى البعض قال أنه رب ضرة النافعة، الجزائر ليست بالدولة السياحية، نحن نأمل أن نكون دولة سياحية، ولكن في مثل هذا الوباء الجزائر ليست بالدولة السياحية، ممكن أننا نكون في منأى عن انتشار هذا الفيروس لولا بعض الحالات التي كانت مستوردة من أوروبا. نعم، احنا منذ 4 أسابيع كنا نتكلموا على يوان، 4 أسابيع فقط ومرت يعني مرت سريعا، يعني كنا نتكلم على انتشار الوباء. نذكر أن الحالة الأولى اللي تسجلت على مستوى ولاية بليدة وبدأت الحالات تنتشر، ولكن منذ الرعية الإيطالي. نعم، الرعية الأول رعية نعم الرعية الإيطالي الأول يعني، وبدأت تنتشر هذه كما نقولوا هذا الفيروس بدأ ينتشر وبشفاء كما نقولوا إحنا كبيرة، ولكن تم التحكم فيه نوعا ما. ولكن لما نمر للمرحلة الثالثة إخوتي الأفاضل، هذا المرض مروش مرض كوليرا، ربما ليكون عندك إسهال حاد. أستاذ سفيان الواسع، نعم. أنت المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، هل لابد أننا نطلب من السلطات اليوم؟ أظن أنه لا يجب أن نطلب مثل هذه الأمور، هي أمور منطقية جدا أنه تعلن حالة ما نقولوش طوارئ، لأنه كلمة طوارئ نوعا ما فيها مثلا تخوف لدى المواطنين. هل لابد أننا نعلن حجر صحي شامل اليوم؟ العالم في حالة طوارئ، كيفاش ما تقولش حالة طوارئ؟ لا احنا ما نحبوش شنو طوارئ، لا طوارئ يعني طوارئ راهي في الفايدة نتاعك، راني قلت لك يعني تسارع نسميوه حجر صحي شامل. نعم، حجر صحي شامل، لأنه الأمر لو تعلق بعدو خارجي نعرفوا الجزائريين والحمد لله يعني منذ قرون وقرون الجزائريين معروفين اللي سكنوا هذا المعمورة وهذا الأرض، معروفين يعني كما نقولوا أن الدافع نتاعهم هذاك، يعني كما نقولوا لو كانت حرب ضد أي عدو خارجي ممكن تلقى الشعب يتجند كله على الحدود، ولكن هذا العدو هذا راهو عدو غير مرئي، باش نتجنبوه يا خويا قاعد في المنزل تاعك. أنا قلت لك هذا مش عبارة عن قلت لك اجتماع لمجلس أمن في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية وأيضا مسؤولين على مستوى عالي في الجزائر الآن مجتمعين في اجتماع في رئاسة الجمهورية أظن
بحث بعض القرارات الجديدة، هل تنتظر أن يكون هذا؟ نعم نتمنى. احنا الدور نتاعنا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك لما وقع مشكل في التموين بالمواد الغذائية وشفنا المشكل تاع المضاربة وأسعار ارتفعت، ومنا كان عندنا لقاء مع السيد دكتور مصطفى الزبدي مع السيد يعني الوزير التجارة كمان رزيق، وكنت طمأن المستهلك وقلنا أنه المنتوج كاين والتموين كاين، لما الخوف والجزع؟ الخوف والجزع يكون من انتشار فيروس هذا الفيروس فيروس كورونا، وكل الإجراءات ستتخذ حتى ولو كان فيه قرار حجر صحي، هنا قرارات ستتخذ حتى ولو نزل الجيش كما قولوا احنا للميدان ونظم يعني بطريقة يعني، لأنه الناس صراحة نقولها لك خويا العزيز ونهضرها من هذا المنبر، كاين الناس اللي لازمهم الردع، كاين الناس في أمن الناس. شفنا بعض الأمثلة في بعض الدول وللأسف مواطن يدخل البيت بالضرب. لا إن شاء الله ما نلحقوش، لأنه هناك فئة تقول بلي ما كانش منه، فئة راهي تساهم بطريقة غير مباشرة على نشر هذا الفيروس، لأنه ذوك أنت الوعي ولا وعي راح نولوا لهذيك أنت اللي تلقاها أنت في العادة، لا عذر لجاهل بالقانون. خلاص يا خويا أنت ذوك أنت اللي تعرف ولا ما تعرفش، تجهل الخطر ولا ما تجهلش، عندك حاجة تدخل للمنزل تاعك. لأنك القوى العمومية في بعض الأحيان ضعف الفيروس في تصرف الانسان، هذا واش كاين؟ تحب تضعفه قعد في بيتك، تحب تنشره. احنا مثلا يعني كفدرال الوطني للفنادق ما تنساوش باللي رانا عندنا نوعا ما مشكل، يعني هو انه كما قلت انت من باب جانب السائح ولا سياح ولا حتى الخدمات الفندقيه، احنا نقصت بطريقه رهيبه، فبالتالي احنا مانيش حابين نولوا عائق ونقولوا ميزان ثقيل على الدوله. علاش نطلبوا اليد المساعده تاع الدوله في هذا؟ ربما بالك عندنا مشكل مع المستثمرين اللي عندهم بنوك يعني عطاتهم كريدي قروض بنكيه، ممكن انه تكون في قرارات ان شاء الله في لقاء مع الوزير استثنائي، ظرف استثنائي مع وزير الماليه ممكن تكون فيها. بصح انا نعاود نرجع لكم يا خبتي، ارجوكم، الضعف الكورونا كوفيد 19 هو في ضعف انه التحرك تاعكم، بمعنى انه يعني لو خرجنا حنايا وانتشرناه راح يزيد اقوى ويولي عبء على الجزائر 230 حاله، وتكون عندنا ماشي بعد واحد بعد اقتصادي بعد كما قال واحد صحي بعد امني وهكذا. فبالتالي ارجوكم اخوتي من باب هذا المنبر نعمل لكم عمليه يعني خطاب تحسيسي انه ضعف الكورونا في تصرفكم. لو قعدتوا في الدار وشوف الحمد لله، يعني انا ما فهمتش يعني اول حاله كورونا اللي كانت في يوهان يعني 31 ديسمبر 2019 معروفه، والمراحل جات والحمد لله احنا كنا من الاواخر اللي وصلنا هذا الكوفي هذا ولا الفيروس. فبالتالي الناس اللي سبقونا والتجارب اللي برهنت ان النتائج يعني حصلت لها وضد يعني مرضيه كبيره، فبالتالي علاش ما احنا نقتديش بها؟ امكثوا في البيت، هذا ما كان لا نطلبكم لا دواء ولا ذهب الى المستشفى، ولا كل ما راح تكون عمليه تحسيسيه ومثل هذه الشعارات ولكن لابد اننا نمر الى مرحله اخرى. جوزنا مستوى ثلاثه، نظن اننا جوزنا مرحله تحسيس، لانه سامحني فقط يعني فقط سامحني، مرحله تحسيس رانا شفنا خبراء في علم الاوبئه، اطباء مختصين، رؤساء مصلحه تاع مستشفيات عامه، امس مختصين في الوباء هذا ومن جابه الوباء في ايامه الاولى يعني نعم يتكلم لك ويعرض لك كما نقولوا المخاطر. احنا اعضائنا في المجتمع المدني كمنظمه لحمايه وارشاد المستهلك اعضائنا راهم في الميدان، احنا كانت تعليمات على مستوى المنظمه منذ اسبوع انه يتوجه رؤساء المكاتب في كل الولايات انهم يتوجهوا لمصالح النظافه والتطهير على مستوى الولايه او الدوائر او حتى البلديات للمشاركه في حمله تحسيسيه وحمله تعقيم شامله. ايضا ما ننساوش المجتمع المدني الكشاف الإسلامية اللي راهم يقوموا بدور كبير، كل الجمعيات يجب أن تتكافل، هذو مرام أفراد حتى هما عندهم العائلات نتاعهم. أنا لما خليت المنزل وجيت وانت خليت المنزل وأكل فاضل خلى المنزل، علاه ما عندناش مخاوف؟ الكل رانا نتكافلوا، ولكن يا أخي الفاضل ما عندكش حاجة ما تريحش برا، هاكا نقولها وخاصة للشباب. الشباب ربما راه ليك عندك الجهاز المناعي تاعك، وحتى ولو كنت رياضي ربما الجسم تاعك ما راحش يتجاوب مع هذا الفيروس، وراك راح تولي انت عرضة، والمشكل أنك راح تموت موت بطيء، وحتى ولو سلكت من هذا راح تكون عندك
عرض. عواقب اخرى اللي راح تتبعك حياتك الكل. احنا لازم نحتوي بهذا المرض. انا قلت لك حتى ولو كانت عندنا كل اجهزه الدعم الصحيه من المستحيل انك تقوم وتجيب الطواقم الطبيه انك تقوم شعب 5 ملايين انسان فيه يكون مصاب. تخيل انت هذا الكم. شوف الصين فقط اكثر من 1.3 مليار نسمه، يوهان 60 مليون. تخيل انت لو ما عزلوش يوهان هذه هي 60 مليون، يعني ما نتكلموش على المدينه بحد ذاتها تاع قريب 12 مليون. هذه يوهان، تخيل انت عندك 1.3 مليار صيني مصاب بمرض كورونا. هل تعلم أن الحجر الصحي كان في يوهان ولكن الأقاليم كلها سيشوان والإقليمين اللي فيها 3 أقاليم الصين كل الأقاليم امتثلت الحجر الصحي؟ منا من الصين احنا 43 مليون ما قدرناش فقط فئة منا احنا أنا نمتثلهم. 1.3 مليار مليار و300 مليون غير معنية بالحجر الصحي لأنه 60 مليون لأنه الأرقام نتاعهم في الصين أكثر من 1.3 مليار. 60 مليون امتثلت، 1.3 مليار الأخرى كلها امتثلت. قارة يعني حجم قارة امتثلت للتعليمات وبقات وعملت الحجر الصحي. بينما احنا هنا في الجزائر أتأسف كما قالوا بالعامية احنا كمشة بالمقارنة. قلت لك 8 ملايين مريض وفينا كبير وفينا صغير ما قدرناش، وعندنا 8 ملايين جزائري مريض بامراض مزمنه. نعم ونلقاو المسنين برا. انا نتمشى والله نتمشى نلقى مره مسن شيخ مسن نقول واش راك دير. رانا شفنا بعض الجمعيات المجتمع المدني متقاعدين وتلقاهم في الشارع صعيب امر يدعو والناس راهي بدات تتحرك يعني يقولوا اقعد وانا نوصل لك. يعني فيه يعني بدات بعض التطبيقات من بعض المساحات كما نقولوا احنا تاع الفضاءات تاع البيع التجاريه بدات تتوضع تطبيقات عبر بعض الصفحات في الفيسبوك. اللي ما عندوش نعاونوه. احنا رانا شفنا احنا خذا زوج قناطر نتاع سميد واش راح دير بها زوج قناطر سميد بينما الزوالي اللي يعمل باجر يومي ما لقاش واش ياخذ. احنا هذا راه وقت تاع تكافل. احنا بما انه الفنادق رانا نشوفوا اخواننا الفنادق الخواص خذوا مبادره راهم مشكورين لانه واحد ما راح يجبروا باش يخلي الفندق تاعو يعني كل عنده مخاوف ولكن مشكورين. بعض المؤسسات الخواص اللي خذات على عاتقها عمليه تعقيم بعض المدن كذا في كل الولايات منتوجات قدمت إلى المستشفيات مجانا. نعم نحييه من قام بهذه العملية بعض المتعاملين الاقتصاديين في ولاية البوليدة من أشرفوا على هذه العملية في المستشفيات. نعم متعامل تجاري الله أعلم من برج بويج قدم أكثر من 2500 يعني علبان تاع المناديل يعني مبللة وضعها تحت تصرف طواقم طبية. هناك من وضع الكمامات، هناك من وضع مطهرات يعني تاع اليدين يعني اللي قدمها يعني مؤسسات تاع خواص اللي وقفت حتى المؤسسات العمومية. ولكن آن الأوان أنه كل واحد يلعب دوره ونقول خلاص الخلافات لأنه هذا الفيروس ما يعرف لا جماعة الموالاة ما يعرف لا جماعة المعارضة. وسامحني نقولها لك بين قوسين ربما خرجنا عن السياق نتاعنا. ما يعرف حتى واحد ما يعرف لا شرقي لا غربي لا شمال. ما يعرف مسؤول ما يعرف مواطن باش يوصل باش ولا المسؤول رفي من علاش انت يعني كي رحنا يستقبلونا يعني مسؤولين يعني رافعين المستوى مش من إجراءات راح يقول لك يعني روح بعد بعيد ما تقربنيش. راه جزائري راه كيفك كيفه ممكن هو أيضا أن يصاب ما يفرقش. هذا الفيروس يعني ديمقراطي لأبعد حد. الناس اللي راه يقول لك حنا ما يقيسناش وما عنده ما يدير وحنا من البكري موالفين وسامحني على الكلام والله باش يوصل برك للناس خلاص عينا من الكلام الاكاديمي. حنا كنا نجول بلاطوهات راني قلت لك على مدار 4 أسابيع خلاص كورونا فيروس لا تعطي التاريخ نتاعو اول تاريخ نتاعو في الستينات ومن بعدك سارس ومن بعدك متلازمه الشرق الاوسط ومن بعدك كما قلت يا تنفسي حاد اعطينا كل هذه المعلومات ومازال نخرج برا مازال نتمشى ونلقى الناس كانه حاجه ما يصاريه. مازال التقبيل مازال الناس تخمس مع جماعه مازال لاصق في صاحبه تجمعات 10-14 بنادم. يا اخي هنا كاينه حاجه واحده اخرى اللي يسموها الرادع القانوني لانه سلامه الا ما تخافش على صحتك تكون تقريبا مقصي من المجتمع. حريتك الخاصه ببساطة. تذهب رانا في مجتمع عند تبدا حريه المجتمع. نعم وهذا هو الاصل المفروض هذا هو. نتمنى أن يكون استجابة من المواطنين ونتمنى أيضا من المسؤولين أيضا على هذه الدولة أيضا أن يتخذوا القرارات التي لابد أنها تتخذ في مثل هذه المراحل. نتكلم على مستوى ثالث لانتشار الوباء، نحن في 230 الحالة الرقم تقريبا بين في 24 ساعة أقل من 24 ساعة زاد ب 29 حالة. نتمنى أن تكون فيها هذه الأمسية قرارات لتحمي العباد والبلاد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سفيان الواسع المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية لحماية المستهلك على تلبيتك دعوة خاصة في هذه الظروف الخاصة
انتشار وباء تقريبا نجازف حتى بالخروج من البيت. استاذ سالم عياش رئيس الفيدرالية الوطنية لفنادق، شكرا جزيلا شكرا لك في الدعوة، ونشكر ايضا مبادرتكم ونحييها. مشاهدينا الكرام، نتمنى ان يلتزم المواطن الجزائري ببيته، لانه ليس لدينا خيار لمجابهة مثل هذه الازمات وانتشار هذا الوباء الا بالمكوث بالبيت. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بخير.